السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. نشهد الله في عيني أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يحفظك ويجزاك عنا خير الجزاء يا شيخ. وإياكم وإياكم وإياكم. أبو سمير معاك وعندي سؤال بعد إذنك. مرحبا يا أبو سمير، الله يحفظك. تعرف إن الأشاعرة يزعلون منك؟ أشاعرة؟ خلاص كويس. لأنك بتقول أشهد الله في عليائه وهم يرفضون ذلك. ما أنا بس بقول والله يا شيخنا يعني. الله يكرمك. نفع الله وضعهم يعني. نفع الله بك. يعني. نفع الله بك. الله تفضل. لو تكررت يا شيخنا موضوع الأراضي الزراعية اللي كانت أمام الزمان الإصلاح الزراعي الدولة خدتها من الملاك وزعمها. لا، ما هي يعني. على قسمين للمعلومية، هي أراضي الدولة استصلحتها، لا، وأراضي أخر الدولة أخذتها من أصحابها تحت ما يسمونه التأميم ووزعتها على الناس. نعم، فيها شبهة دي يا شيخنا، ولو فيها شبهة كيف للشخص يعني؟ هل أنت تعرف صاحبها؟ لا. خلاص، أكثر من الصدقة والإسم على من فعل ذلك، لكن ان تبين لك صاحبها يوما ما ردها اليه. بس فيها شبهه يا شيخنا؟ هي حرام اصلا، حرام ان تاخذ ارض احد وتعطيها لاخر بدون وجه حق. فالدوله جاءت ايامها لاند ميت فدان، قالت ناخذ 50 ولك 50، وبدا قسموا 50 على الفقراء. ليس من حق الدوله ان تصنع ذلك. حرام. فانت الان لا تعرف من اصحابها. مزبوط. لو تعرفهم ردها إليهم، ما تعرفهم الاسم على من أعطاك إياه خلاص. بس اللي تربوا منها يا شيخ نزل عليهم اسم. ما أنا قلت لك لا. حرام. لا، ما أستطيع. الدولة هي التي ورطت نفسها في هذا الباب، وستسأل عند الله. شكرا.